بفقرتنا لليوم عن الصحة والتغذية رح نسلط الضوء على مشاكل الحرق البطيء ويلي بيسمى بالاستقلاب البطيء، المشكلة يلي ممكن تسبب مشكلة بخسارة الوزن. رح نتعرف سوا على أبرز العادات الخاطئة يلي بتسبب هالمشكلة بالإضافة إلى الحلول لمشكلة الاستقلاب البطيء. كل هالمعلومات رح نحكي فيها مع أخصائية التغذية الدكتورة ديانا فلوح. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الرشاقة صباحك سالي والتغذية الصحيحة. ما شاء الله عليكم نورين. تسلمي. دائما بس تكون عنا هذه الفقرة تبع التغذية منحس انه كمان نحن بدنا ناخذ معلومات ونستفاد. بالبداية خلينا نعرف شو هو الايض او الاستقلاب اللي دائما بيقولوا شو هذا الاستقلاب معنوة يمكن شو بتسمعوا عنه او شو بتربطوا اكثر شيء؟ يعني واحد لما بعد ما ياكل اللي هي الفترة اللي المفروض يهضم فيها الجسم الاكل فهي الاستقلاب او هيك شيء فهي بتكون غلط هيك بعرف انا ما لا انا بقول انه اللي عامله مثلا دايت ايام الاسبوع كلها عنده يوم هو استقلاب فيها تاخذ دسم فيها تاخذ الشغلات اللي هي ما بتقدر تاكلها فهذا هو هون الاستقلاب. راحت للفري سالي. صح اللي انا قلته هو مجموعه من العمليات. الاستقلاب يعني ما نوع عمليه واحده من نتائج عمليه الهضم اللي ذكرتيها يعني سلمة. الحمد لله نص معلومه صح قربتي ماشي قربتي. الاستقلاب او الايض هو عمليات بتصير بالجسم يعني نتيجة تحويل الطعام لطاقة بيصير في عنا عمليتين بالجسم هدم وبناء. نحن كتير بهمنا بموضوع تنزيل الوزن مثل ما ذكرتي بالمقدمة سلمى بنركز على الهدم هدم الخلايا الدهنية أو تنزيل الوزن بس كمان بالمقابل من نتائج عملية الاستقلاب هو البناء بناء الكتلة العضلية بناء الانزيمات بناء الهرمونات بناء العضل يلي بيساعدنا أيضا بتنزيل الوزن بناء الطاقة يلي بحاجة أجسامنا لتعطينا الفيول اللي بحاجته القلب لينبض العضلات لتقوم بشغلها التنفس وكل هالعمليات بحاجة لطاقة لحتى يقوم فيها جسم. فعملية الاستقلاب هي العملية هي اللي بيحول فيها جسم الطعام لطاقة للقيام بكل هالأمور. أوكي. تمام أرد. يعني سلمى انا رحت على الموضوع اللي الفري يمكن لانه الفري. هذا بيهمني الي اهم شيء عند سالي يوم الفري يعني كل ايام الاسبوع دايت لا يوم يعني نص دايت كل دايت لكن انا ما يعني اليوم بدنا نوضح بهي الفقره بالذات لانه كثير معنيه بموضوع تنزيل الوزن انه الصبايا والستات يلي بياخذوا الدايت وبيقسوا على حالهم فيه هن فعليا عم بيخربوا بعمليه الاستقلاب لانه نحن بحاجه لاستقلاب سريع لحتى نقدر نحرق اي شيء بناخده. وكثير بالحالات بنشوفها بالعياده انه انا شو ما اكلت اذا شربت مي بسمن هي كثير بسمعها شيء له علاقه جدا بالاستقلاب يلي بيعتمد على كثير من العوامل اذا صبايا ولا رجال اذا مدخنين غير مدخنين حجم الشخص عمر الشخص هي كلها شغلات بتدخل بمعدلات الاستقلاب. الحالة الصحية يلي نحن ممكن نربطها باستقلاب أقل أو أكثر لما يكون في عنا مشكلة صحية مثل مشكلة الهرمونات نحن عم نقول الدرق والمشاكل الهرمونية النسائية فكلها شغلات بتدخل بعملية الاستقلاب بس مرات من إيدنا نحن بنبطئ الاستقلاب. رح اسالك عن هذا الموضوع تمام. يمكن بس فيكي تشربي مي ديانا المي ما بتسمن لا ما بتسمن, ما بتسمن. ابدا بيقولوا مثل ما قلتي يمكن كثير صبايا وسيدات انه جسمي ما بيحرق باكل كثير ما عم بيروح هذا الاكل او حتى لو اكلت قليل كمان ما عم بيروح هذا الاكل ربطيها بانه في لها عوامل ثانيه يعني انه ويمكن حتى طبيعه اجسام بيقولوا في جسم وراثيه طيب خلينا نشرح أكثر عن هذا الموضوع. الوراثة دور إلها دور أكيد هون ما فينا نتحكم كثير بالجينات بس في شغلات نقدر نتحكم فيها سلمى. أول شيء نحن إذا كنا أشخاص ما بناكل وجبة الفطور أو منفيق الصبح فورا على القهوة والدخان فهي عادات عم بتبطئ الاستقلاب. لما بنترك حالنا ساعات طويلة خلال النهار بلا أكل فهي عادة هي دكتورة لازم نحن كثير نركز عليها لأنه أحيانا كم وجبة بتاخذوا بالنهار؟
هلا قبل ثلاثة بس هلا أكثر عشرة أكثر؟ صحة صحة بالعكس عم بيقول خمسة بيعكس خمسة كثير برافو ممتاز برافو منيح ممتاز. يعني ما بيسمن هيك يعني هي أول حل بزيادة الاستقلاب بس بوجبات خفيفة يعني أكيد يعني إحنا ما بدنا ناكل في حدا ما ولا وجبة بالنهار ولا وجبة يعني ما بعرف كيف جسمه بيحرق تماما في فكرة تماما سلمى دائما على الأغلب هل حدا ذكر؟ يعني عم شب أو رجل لا لا حتى إحنا كبنات بيوصل للواحد للساعة 5 الظهر خلينا نقول انه بيكون بطول النهار بشغله اكيد بياكل هالوجبة بياكل الوجبة هيدي اللي يعني بتكون اكثر وجبة دسمة خلينا نقول فيها رز فيها دجاج اللي بتقعد على تعمل السمنة يعني ايه وبقول لك خلص انا اكلت وجبة واحدة بالنهار كيف عم بسمن هون احكي لك شو بيصير بجسمك سالي اذا انت كنتي من هدول الاشخاص وبتمنى ما تكون لانه لما نحن ناخذ وجبة واحدة بالنهار الجسم في عنده ذاكرة بيقول انه سالي او سلمى عم ياخذوا بس هالوجبه ويا حرام ما عندهم اكل بفوت الجسم بحاله اسمها starvation mood او طور المجاعه بصير تماما مثل المجاعه الجسم شو ما اكل بده يخزن دهون وهذا بيكون سبب لتراكم الخلايا الدهنيه بزياده بينما لما نورجي الجسم انه نحن عندنا variation واسعه او اكل فائض وكل ساعتين ثلاثه نحن عم نطعميه بيضل بحاله حرق مستمره وما بيخزن دهون بينما الشخص اللي عم ياكل وجبه واحده هو شخص عم بخاطر بانه يخسر كتله عضليه وهي اثمن شيء باجسامنا ودائما بقولها لكل الاشخاص اللي بيزوروني بالعياده نحن بهمنا دائما انه نزيد الكتله العضليه كل ما زادت الكتله العضليه كل ما زاد الحرق اكثر ونفس الشيء الاشخاص يلي بياكلوا وجبه واحده هن عم ياخذوا سعراتهم الحراريه بوقت واحد الجسم عم يحرقها وباقي النهار بيكون ريلاكس ما عم يعمل شيء فكتير مهم انه نحن ناكل اول ما نفيق او بالساعتين الاولى من الاستيقاظ ما نترك حالنا لساعات طويلة وناكل خلال النهار لو أكلنا كمشة جوز أو لوز هلأ بين الوجبات ممكن نمرق فواكه ناكل وجبة فيها الرز فيها البقوليات فيها اللحمة على الغداء ناكل سندويشة صغيرة الصبح ما ضروري متسفر ونفس الشيء على العشاء إذا بناخد صحن شوربة هلأ على العشاء أو بناخد صحن سلطة نحن بس بنكون عم نحرق الاستقلاب الجسم ما رح يحرق بحالة تنزيل الوزن بس هالوجبات الصغيرة رح يحرق الدهون الفائدة وهون بنكون نجحنا بتنزيل الوزن طيب دكتورة خلينا نحكي كمان اليوم في كتير عادات خاطئة مثل ما قلتي عدم تقسيم الوجبات تمام. يعني هلا مثلا في أشخاص بيحافظوا بحياتهم على ثلاث وجبات بس حتى هاي الثلاث وجبات ما نصح مرات ما بتكون كافية يعني ممكن الصبح يأكل شيء إنه هيك نقرشة على السريع مع فنجان قهوة هو بالتالي ما أخذ مواد غذائية تعطيه مد دينامو مثل ما بيقولوا للجسم بباقي النهار بنزين للجسم ليبلش تمام خلينا نحكي عن هاي العادات تمام حكينا اول وحده هي موضوع تنظيم الوجبات والبدء بتناول وجبه الافطار هي اهم شغله ما بدنا نظلم القهوه كثير سلمى لانه الاشخاص يلي ممكن يتناولوا 3 4 فناجين قهوه بالنهار الكافيين بحرك الاستقلاب بس مو الصبح بكير لما بناخذها بساعات النهار واحسن وقت هو بال 12 وحده إذا بدنا نشرب القهوة الكافيين مهم كتير نحن ممكن ناخده من القهوة ممكن ناخده من الشاي ومشان هيك دائما بيربطوا الشاي الأخضر خاصة أنه ممكن يرفع معدلات الاستقلاب بس بدنا نشرب كمية كافية حوالي 4 كاسات خلال النهار من الشغلات اللي أيضا بتساعد أو من العادات هي أنه نشرب مي يعني قلتي لي أنه اشربي مي الأشخاص اللي ما بيشربوا مي عم بيخاطروا باستقلاب بطيء فكتير مهم وضروري انه نحن نشرب مي بساعات النهار على القليله لترين يوميا الصبح المساء لترين مي مو قهوه وشاي والقطف اكيد مو قهوه وشاي لا ما نون محسوبين لا نسكافيه ولا شاي ولا القهوه ولا المته لانه بيقولوا لك انه نحن شربنا بريئين ثلاثه مته بس هدول مو محسوبين قد ما هو مهم الكافيين كمان بياثر لانه كثرته ممكن تضر السوائل برا الجسم فنحن بدنا مي بيور شو ما ضفنا له وشو ما حبينا نحط له مثل ما هلا ترند كثير الليمون والنعنع والزنجبيل وهالاضافات واذا بتشجعكم وبتخليكم تشربوا مي اكثر بليز اشربوا ما نخاف قبل الوجبه بعد الوجبه مع الوجبه نشرب مي قد ما فينا بيساعد على الهضم والمي هو من القصص يلي بتساعد كثير انه تسد الشهيه يعني هي الخدعة يلي نحن بنقولها للأشخاص إنه شربوا كاسين مي قبل الوجبات لنعبي المعدة ليكون في حجم إلها المي ما فيها سعرات حرارية وقد ما فينا نشرب منها موضوع النوم ممكن يكون جداً
اساسي بالاستقلاب. الاشخاص اللي ما بيناموا ساعات كافيه من 6 ل 8 بنام كثير. ما بتناموا ولا لا؟ بنام كثير. بتناموا خصوصا الظهر يعني احيانا كمان الظهر القيلوله محسوبه بس اذا كانت 4-5 ساعات لازم يكونوا من ساعات الليل ما يكونوا بالليل. لا دائما بينصحوا انه نام ساعات الذهبيه او ساعات النوم من 10 ل 12 هدول ساعات الجمال. هي صعبه على الكل هي صعبه على الكل بس هي فعليا الافضل. والنام ساعات الليل النظامية يعني أنا كتير بستغرب من الطلاب يلي بيقعدوا بيسهروا كل الليل هن بيفكروا حالهم عم بيركزوا أكتر. التركيز بيقل، الاستقلاب بيقل، الجسم مثل ما نحن مفروض نرتاح بساعات الليل هو بيرتاح، فالاستقلاب بيكون بأبطأ درجاته بساعات الليل، وبيكون في وقت تاني يعني لهرمون الميلاتونين المسؤول عن الاسترخاء، المسؤول عن التركيز، يلي نقصه إذا ما نمنا منيح ممكن يسبب بطء بالاستقلاب، غير العوامل التانية مثل الاسترس أو الضغط سواء ضغط العمل، ضغط العائلة، الضغط العاطفي، كل هاي شغلات بتبطئ الحرق وبتخلي الجسم ميال إنه يخزن دهون خاصة بمنطقة البطن. تعرفي شو أكثر شيء بيحرق يمكن العصبية شوي؟ ما هلا سمعت تقرير عن الرجل يلي بيساعد إذا هذا الشيء بيهني الصبايا والستات وبيخلصهم من ستريس. هي دعوة لكل الرجال بس مرات لا يعني نحن بنقول إنه عصبنا بنحرق، في أشخاص بيتجهوا للبراد أول ما يعصبوا وأكيد ما رح يحرقوا، هذا الأكل العاطفي بنسميه. فالستريس فعليا حتى لو كان شخص عم يعمل كل النصائح السابقة كله. عم يشرب مي وعم بينام وعم يأكل منيح وجبات صغيرة متعددة بس في عنده ضغط معين بحياته ممكن يكون سبب لبطء الاستقلاب. عوامل صغيرة بس فعليا هي اللي بتعمل الأثر الكبير. تمام. طيب دكتورة يعني نحن حكينا عن أسباب يمكن عملية بطء الاستقلاب. تمام. هي العملية بحد ذاتها لما بتصير بطيئة دي لها آثار سلبية على الجسم، لازم تمام. الناس تعرف هي الآثار السلبية لحتى تبلش عن جد تهتم بهي التفاصيل. هلا أكثر شيء وأكثر شيء ممكن يخوف الناس هو إنه ما بقى ينزل الوزن، بنضل عايشين ما في تركيز شو ما عملنا سواء بالعمل سواء بالدراسة سواء بحاجات البيوت. نحن بحاجة لنغير هاي العادات حتى يكون يقوم كل الجسم، لأنه مثل ما قلنا بالمقدمة سلمى الجسم بحاجة لاستقلاب جيد ليتنفس ليقوم بعمله الشخص بشكل كافي، للتركيز، للقلب لينبض، للعضلات لتشتغل بشكل كافي. وعلى ذكر العضلات يعني نحن بنساعد أجسامنا أكثر شيء بزيادة الاستقلاب بأنه نعمل رياضة نزيد البنية العضلية، ناكل أكل فيه بروتين. هي من النصائح الغذائية طبعاً للأشخاص يلي حابين يزيدوا الاستقلاب أنه ياخدوا أكل فيه حصص بروتينية معينة، ما يتبعوا الحميات بس بروتين حتى تساعدهم ببناء عضل وبالتالي بزيادة الحرق. يعني يا دكتورة مو حابين نختم مضطرين نختم مو حابين نختم لأنه الحديث جدا مفيد خلينا نقول ممتع مع الإفادة، نصائح كثيرة قدمتيها لنا أكيد ولجميع المشاهدين يعني بدنا نشكر كثير وجودك معنا. شكرا سلمى، صبحية حلوة معكم مثل كل مرة وجودك. إن شاء الله بنعطي معلومات أكثر عن هالموضوع بحلقات. شكرا لك يا دكتورة ديانا، وعن جد نحن دائما بنقول إنه أنت يعني أكثر حدا فعلا الواحد لما بيسمع منه معلومة بيصدقها لأنه أنت شخص شكراً. محافظ على شكرا. جسمك ولياقتك وحضرتك ام يعني كمان فهي معلومه كثير مهمه. في امل بس اذا اهتمينا شوي نصير حلوين مثلك. شكرا كثير لك. ميرسي كثير سلمى وسالي، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي.